إنا سمعنا قرآنا عجبا. لماذا يعد القرآن أعجوبة؟ ولما ندعي هذا في إطار ما نفتخر به أمام الأمم؟ هذا هو موضوع بحثنا في هذه الحلقة الأولى من سلسلة البحوث القرآنية. نريد أو نهدف في هذه السلسلة أن نستطلع بعضا من جوانب عظمة القرآن الحكيم وما ينطوي عليه من معارف دقيقة وأن نبحث في مواضيع تتصل بإعجاز القرآن ورد الشبهات والمطاعن التي يوجهها العدو إليه وأن نفهم معنى القرآن ومعنى ما جاء فيه وأن نفسر بعضا من آياته تفسيرا موضوعيا ونبحث كذلك أو نقف على علوم وأصول فهم القرآن الحكيم. ليس هذا المبحث معقودا لأجل تفسير القرآن، وإن كان في جانب منه سيفسر بعضا من القرآن تفسيرا موضوعيا، إنما نريد أن نبين جوانب مما يتصل بالمعارف القرآنية والبحوث القرآنية وكيف لنا أن نفهم القرآن وأن نستنبط منه. قد بدأنا كلامنا بهذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. لماذا يكون القرآن أعجوبة؟ إحدى الأجوبة، ولا نقول إنه الجواب الوحيد، إحدى الأجوبة على هذا السؤال هو أننا نرى أن هذا القرآن هو الكتاب الوحيد الذي هو إلى اليوم كتاب خالد تكتشف منه الأعاجيب والأعاجيب، تظهر منه المعارف والمعارف التي لم تكن معروفة من ذي قبل، يوما بعد يوم تتوالى عجائب القرآن وكأنه ينطق ويبث علومه.
كلما يمعن الدارسون والباحثون والعلماء، كلما يمعنون في النظر في القرآن والتدبر فيه، كلما خرجوا بنتائج جديدة لم تكن معروفة من ذي قبل. مع أن الكتاب هو الكتاب، لم يتغير منذ ما يزيد على 14 قرنا. هذه أعجوبة، هذا أمر عجيب. كل كتاب آخر، سيما إذا كان معروفا ومتداولا، فإنه بعدما يدرس مرة واحدة فإنه يفهم على نحو ما، وتؤخذ النتائج والمعارف منه على نحو ما، وهذا فحسب. بل إنه يمل من ذلك الكتاب مع مرور الوقت. مهما كان الكتاب قويا في علمه، فيما يختزنه من علوم ومعارف، ومهما كان قويا في لغته وأدبه، يمل منه، يبلى، يخلق، ويصبح قديما. بمعنى أن الإنسان حينما يقال له مثلا: ما رأيك في هذا المقطع من هذا الكتاب الذي هو مثلا قد درسه ودرسه 5 6 مرات؟ تجده يظهر عليه شيء من الضجر والتململ، لأنه لا يجد جديدا في هذا الكتاب بالنسبة إليه، إنه قد قرأه ووقف على محتواه وفهم ماذا يريده ذلك الكتاب منه وانتهى الأمر، فلا يشغل باله بأن يبحث فيه مجددا ويقرأ فيه مجددا ويطالعه مجددا. يقول: لقد انتهيت من هذا الكتاب، فماذا تريد مني؟ يتجه إلى كتاب آخر، يتجه إلى شيء جديد، لا شيء قد درسه وانتهى منه. هذا الأمر ملموس بالنسبة إلى كل الكتب باستثناء القرآن الحكيم. هو الكتاب الوحيد الذي مهما اجتهدنا في دراسته فإننا نعود مرة أخرى بعد سنوات عديدة ونلتفت إليه ونستكشف منه اكتشافات جديدة لم تكن قد طرأت على بالنا، مع أنه ربما مررنا على الآية 10 المرات واستنبطنا منها 10 المرات ورتبنا نتائج ومعطيات كثيرة على قراءتنا لهذه الآية وفهمنا لها، لكن مع هذا نكتشف أننا بعد زمن نعود إلى نفس الآية ونكتشف معنى جديدا، معطى جديد، معلومة جديدة، معرفة جديدة. وكأن القرآن يجدد نفسه في كل زمان وفي كل آن، ويزداد غضارة، وهو الكتاب الوحيد الذي لا يشبع منه. كل الكتب الأخرى يشبع منها العلماء بعدما يقرؤونها. بعض العلماء يقرأ الكتاب الكذائي مرة واحدة فيشبع منه، يقول: لقد اكتفيت، أخذت كل ما فيه. بعض العلماء إن أراد أن يدقق كثيرا
فإنه لا يقرأه أكثر من مرتين ثلاث. يقول: قد ختمت هذا الكتاب وانتهى الأمر، لست بحاجة لأن أعود وأقرأ فيه، شبعت منه، اكتفيت منه. ماذا يمكن أن تضيف قراءتي له من جديد؟ لا شيء، سيكون الأمر مضيعة للوقت. إلا القرآن الحكيم لا يشبع منه العلماء، كلما يقرأه العالم وإن كان أو حدي زمانه فإنه يشعر بأن ها هنا علوما جديدة يكتسبها، ها هنا معارف جديدة يكتسبها، ها هنا معطيات جديدة يكتسبها، فيندهش، يقول: كيف غابت عني هذه المعطيات مع أني فقيه في هذا القرآن، مع أني مررت على نفس هذه الآية عشرات المرات، ومع ذا لم ألتفت إلى هذا المعنى الذي تختزنه هذه الآية. هذه الحيثية بالنسبة إلى القرآن هي من أعظم الدلائل على كونه أعجوبة الأزمنة والدهور.